طيب عندنا بقى كلام كتير، ولكن خلينا نبدأ بقى في الشغل اللي هنعمله لحضراتكم. هنبدأ أول حاجة ونروح نشوف جدول الفريق أو جدول مونديال العالم للأندية ومباريات البطولة. طيب جدول مباريات هذه البطولة، طبعا زي ما حضراتكم عارفين القرعة اتعملت يوم أو الأسبوع الماضي بعد انسحاب أوكلاند سيتي. بداية المباريات يوم 4 فبراير، تجريس أونال المكسيكي حيلاقي أولسن الكوري الجنوبي الساعة 4 عصرا على ملعب أحمد بن علي. أما مباراة النادي الأهلي مع الدحيل القطري هتكون إن شاء الله يوم 4 فبراير أيضا في تمام الساعة 7:30 على ملعب المدينة التعليمية. ثم يوم 7 فبراير الخاسر من لقاء تجريس أونال مع أولسن أمام الخاسر من مباراة الأهلي والدحيل، طبعا ده لتحديد المركز الخامس. هتبقى هذه المباراة في تمام الساعة 5 على ملعب أحمد بن علي. أما يوم 7 فبراير الدور قبل النهائي بطل كأس ليبرتادورس، مباراة اللي هتقام غدا إن شاء الله ما بين سانتوس وبالميراس يوم 30 يناير، هيلاعب الفائز من تجريس أونال وأولسن الكوري الجنوبي، هتبقى في تمام الساعة 8 مساء على ملعب المدينة التعليمية. يوم 8 فبراير بايرن ميونخ سيلاقي الفائز من النادي الأهلي والدحيل في تمام الساعة 8 على ملعب أحمد بن علي، وإن شاء الله يكون النادي الأهلي. مباراة تحديد المركز الثالث هتبقى يوم 11 فبراير على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة 5 مساء. ثم المباراة النهائية يوم 11 فبراير على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة 8 إن شاء الله. إن شاء الله خلينا نحلم وخلينا نتمنى وخلينا نتبسط وخلينا نعرف ونشوف إن النادي الأهلي هو إن شاء الله. ليه لا؟ ليه لا؟ يعني دايما النادي الأهلي بيشرفنا وبيخلينا دايما مبسوطين ودايما فرحانين. يا رب إن شاء الله من خلال هذا أو بعد إن شاء الله يوم 11 فبراير إن شاء الله. ليه لا؟ ليه لا؟